مساء الخير. ان شاء الله هنعمل طريقة المولتن كيك. اللي محتاجينه 59 جرام شوكولاتة، 3 معالق كبيرة كاكاو، لبن، زيت على حسب سمك اللي هي الشوكولاتة اللي احنا عايزينه. محتاجين بيضاية وصفار بيضاية، معلقة كبيرة دقيق، معلقة كبيرة سكر. النهاردة ان شاء الله هنعمل 2 مقدار، وهنسويهم على درجة حرارة 210، والفترة بتاعة التسوية من 12 ل 15 دقيقة. يلا بينا نبدأ.